السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في مدينة بني ملال تعرفت واحد العائلة من الأربعينات بالغنى والثراء ديالها. كانت كتملك بزاف ديال الفيرمات، الأحسن ديالها اللي كان حدا عين أسردون. هاد العائلة زاد عدا واحد النهار واحد الولد سموه توفيق. هاد الساعة اللي زاد فيها توفيق مازال المغرب ما خداش الاستقلال ديالو من فرنسا. لهذا الأب ديال توفيق حرص باش يتعلم ويتربى تربية غربية، وكان بالنسبه ليه اي الاب ديال توفيق انه خاص ولا بد يقرا ويمشي في الدراسه ديالو لابعد الحدود باش يتوظف وياخذ شي منصب عالي في الدوله. المهم ملي وصل هاد توفيق هذا 18 عام كان خدا الباك ديالو ومشى يكمل الدراسه الجامعيه ديالو في فرنسا، وخدا شهاده مهندس فلاحي. وملي خدا الشهاده ديال مهندس فلاحي كان المغرب حصل على استقلال عام تقريبا في غرونوبل في فرنسا. كان توفيق ولا في الحياة الغربية والفرنسية، وجميع أصدقاء ديالو كانوا فرنسيين سواء ولاد أو البنات، وكان متعدد العلاقات العاطفية وكان سكير، وأي حاجة كيديروها هذوك الناس كيديرها. انسى الثقافة العربية، انسى الثقافة المغربية، ما واخد والو من الهوية المغربية إلا الجنسية المغربية، بحالو بحال صحابو الفرنسيين. يعني الفرق ما بينه وبين هذوك الفرنسيين غير الجنسية، أما هو بحالو بحالهم. هو هادشي كان كيعتبرو عادي وسلوك جد عادي. للأسف توفيق رجع للمغرب عام 1957، خدم مهندس في وزارة الفلاحة، وخدماته مكناته أنه يعرف بزاف ديال الحوايج بخصوص الملفات ديال الفلاحة. ومن هاد الملفات اللي عرف توفيق بحكم الخدمة ديالو ملف ديال الفيرمات الفلاحية اللي تحطات ضمن الأراضي المسترجعة من المستعمر ولا المستعمرين. وكان توفيق رصد أحسن الضيعات في مدينة بني ملال، وكان عارف بأنه واحد المرسوم غادي يخرج واحد النهار، يعني غادي يخرج وغادي يستثني من الأراضي المسترجعة هذيك الأراضي اللي تشريت قبل ما يخرج المرسوم. مشى قال البواه وشراو هذوك الفيرمات اللي كانوا بواحد الثمن جد بخس. المسألة خاصة توضيح. المهم يعني هاد خونا هذا ملي هو خدم في واحد المنصب في وزارة الفلاحة أهل لي هاد المنصب هذا أنه يعرف بزاف ديال الحوايج. بحال شنو الحوايج؟ أنه ويخرج واحد القانون عما قريب، يخرج واحد القانون. هذا القانون شي يقول؟ كيقول اودي هذوك الاراضي والفيرمات اللي كانوا تاع النصارى تاع الفرنسيين ومشاو خلوهم ولاو مهجورين، الدوله غتسترجعهم يولوا في الملكيه تاع الدوله المغربيه باستثناء هذوك الفيرمات اللي في الملكيه ديال شي مغاربه، يعني شروهم شي مغاربه من الفرنسيين وطبيعي الحال غادي يشروهم بثمن بخس. هو عرف هذه المعلومه وعرف المرسوم غادي يخرج. هنا يمشي يجرى عند بواه، بواه كان عنده فلوس، قال لي شري هاد الفيرما وهالفيرما وهالفيرما. هو بحكم انه كان في فرنسا وعنده علاقات تواصل مع مواليهم اللي كانوا في فرنسا وشراهم من عندهم واحد الثمن جد بخس. من وراهم ملي جا المرسوم وخرج القانون ديال الاراضي المسترجعة من المستعمرين، لقى بواه اولا هو شرا الفيرمات، وما بين ليلة ونهار ولا توفيق من الاغنياء ديال المغرب. هنا فين خدم خدمته واستافد من الخدمة ديالو بطريقة أو بأخرى. صافي هنايا توفيق ملي حقق الحلم ديالو وخدا هاد الفيرمات هادو اللي كانوا كيتعتبرو من أحسن الفيرمات اللي كانوا في المغرب، قدم استقالته من الوظيفة العمومية وخرج باش يتفرغ العمل الحر ديالو. كان الحلم ديالو أنه يكون أكبر فلاح في المغرب، وبالتالي هو غادي في هاد المرمى هذا اللي حتى يولي من أغلى الأغنياء في المغرب. هادشي اللي كان مخطط ليه توفيق من الاول. طيله هاد الفتره هادي كان توفيق بنفس العقليه وبنفس السلوك اللي جابيه من فرنسا، واحد السيد اللي ما كيغيرش على الحرمه اللي كتكون معاه، واحد السيد اللي مدمن على الخمور، مدمن على المخدرات، عزازين عليه الليالي الحمراء، كثير العلاقات العاطفيه، متعدد العلاقات النسائيه. واحد السيد يعني حياته الاجتماعيه ما منضبطاش، ما غاديش على واحد الرسم، ما عندوش هويه، ما عنده حتى شي حاجه، حامل من الاسم ديال الرجل غير الاسم. هنا الاب ديال توفيق يتدخل في هذه القضيه هذه لانه كان كيسحب ولده بحاله، عنده نفس العقليه وعنده نفس العقليه الرجوليه، ولكن ولده هو ماشي بحاله. المهم فاتحوا في واحد الموضوع، قال لي ولدي توفيق انت دابا الحمد لله انت كنتي موظف، كنتي مزيان وخرجتي ودرتي الحلم ديالك اللي هو رجل اعمال ناجح، وانت ناجح عندك شحال من فيرما، اشنو خاصك؟ خاصك غير مرا تزوج ونشوف حفايدي تاعي ونلعب معاهم، راني كبرت في العمر وحتى تاي كبرتي. هنايا التوفيق في الاول ما كانش كيتسوق لبواه، ما كانش كيثير الانتباه ديالو اي امراه واي بنت، لانه فكره ديال الزواج بكل بساطه ما كانش داخله ليه الراس
ولكن امام الالحاح والاصرار ديال بوه كل مره خاصك تزوج ولدي، خاصك تزوج، خاصك تكون عائله، خاصك دير، خاصك تفعل، انت عندك فلوس، انت ما خاصك حتى حاجه. المهم هنا ملي شاف بوه برزطو بزاف بهاد الهضره هادي اشنو قال ليه باش يتهنى منه بطبيعة الحال؟ قال لي شوف، عرفتي شنو الوالد، شوف لي شي بنت وعلم لي، ملي تلقاها علمني نجي نتزوج بها ونجيبها للدار، صافي هادشي مزيان وصافي. بغيت يتهنى منه، ما على بالوش انه يمشي يتزوج ويقلب له واحد الانسانه مناسبه وكذا، بغى يدير بوه غير خاطره ويجيب واحد المراه يحطها في الدار، هو يبقى كما هو، لانه كما قلنا هو متعدد العلاقات العاطفيه. هنا الاب ديالو هذاك الشيء اللي دار على نيته، مشى كيقلب لي على شي بنت، هو بطبيعه الحال بوه حتى هو عنده عقليه راسماليه، على من يقلب؟ ما يقلبش على شي بنت درويشه او بنت ديال الزمان شي حاجه، يقلب على شي بنت حتى هي بحالها بحال هذاك توفيق، بنت برجوازيه وعائله غنيه، ومهم شي عائله معروفه. بلا كيقلب كيقلب اللي حتى طاح على واحد العائله في مدينه الدار البيضاء، عندهم واحد البنت سميتها وداد، عندها تقريبا هذيك 24 عام وحاصله على الاجازه في الاقتصاد، عندها مستوى عالي تعليمي، وبنت مأدبه ومخلقه ومفهمتها في الصراحه وزويونه. سبب الاختيار ديال بوه لهاد البنت هادي ماشي حيتاش البنت درويشه او مخلقه، وانما حيت عائلتها لاباس عليهم، هذا هو الاختيار الوحيد. المهم هاد الوداده هادي وافقات ملي سمعت السيد انه رجل اعمال ومكمل قرايته على برا فرنسا، وخدم شي ايامات هنايا في الوظيفه العموميه، ومن بعد دار العمل الحر ديالو. هادشي اللي كتعرف عليه اصلا وداد، ما كتعرف حتى شي حاجه ليه، ما عمر شافته وما عمر دواس معاه. كان الشرط الوحيد ديال هذيك وداد هو انها تسكن في مدينه الدار البيضاء حدا والديها. توفيق ما عارش اصلا، هو ديما جاي للدار البيضاء بحكم الخدمه ديالو والعلاقات المتعدده ديالو مع النساء، صافي وافق، هذا هو الشرط الوحيد. تزوجوا، تزوجوا، داروا واحد العرس اسطوري وكبير بزاف، وجا هو وهاديك وداد وسكنوا في مدينه الدار البيضاء في واحد لابارتومون جد فاخره في واحد الموبل. هنايا داك حتى هذاك توفيق حتى هو ما كيعرف والو على هذيك وداد، اللي كيعرف عليها هو انها بنت عائله غنيه وعندها واحد الدبلوم جامعي معين، هادشي اللي كيعرفو، ما كيعرفش حتى شي حاجه اخرى. والاشاره هادشي اصلا ما كيهمش هذاك توفيق، علاش؟ لانه يعني اصلا كما قلنا هاد الزواج هذا غير ارضاء البوه ليس الا، اما هو وما على بالوش اصلا فكره ديال الزواج ولا شي حاجه سميتها مره في الدار ولا شي حاجه، هو متعدد العلاقات وعنده بزاف ديال البنات، وهذه تعيط من هنا وهذه تعيط من هنا، وعنده في كل مدينه تقريبا شحال من وحده كيعرفها. السيد ما عندوش مع الاستقرار. هنا مروا الاسابيع ومروا الاشهر وداز العام الاول والعام الثاني، هنا وداد تحطات امام بزاف ديال الضغوطات، لعل اما هو الضغط ديال الوالدين ديالها والوالدين ديالو هو، ديالاش انهم باغين وداد تولد ليهم، ما ولداتش، ما كانوش عارفين بان وداد مشات شحال مره عند شي طبيب، ولكن شحال من طبيب كيقول لها خاصك دير هاد الدواء ديرو، هاد العلاج ديرو، ولكن بدون جدوى. الحاجه الاخرى اللي تصدمات فيها وداد انها اكتشفت بزاف ديال الجوانب كانت خفيه في الشخصيه ديال هاد توفيق، كان بين الناس انه شخصيه راقيه ومتحضره وكذا كذا، ولكن هو عكس ذلك تماما، ماشي كيضربها ولا كيعنفها ولا شي حاجه، وانما هو اصلا ما كيريحش معاها في الدار اللي حتى يوبخها ويضربها ولا يتناقش معاها. السيد قال لي كيشاركوا مع الوداد غير هذاك عقد الزواج، هذيك الورقه ليس الا. السيد كان كيهوى شي حاجه سميتها العلاقات النسائيه، ما كانش على باله بمراته اولا كاينه شي حاجه سميتها وداد وراه كتسنى فيه في الدار، وزيد على ذلك انه ما كانش كيبات في الدار، مره في كيبات في الدار، ديما بيت على برا. هادشي هذا طلع الدم للوداد، وحاولت انها تطلق منه وتفرتك معاه الشمل كاع. قالت لوالديها، والديها ما بغوش، قالوا لها شوفي غير صبري، راه الرجال بحال ما هكاك كيكونوا في الاول بحال ما هكاك، ولكن غير شويه كيتقدموا في السن واحد شويه صافي كيلبدوا وكيولوا مقابلين عيالاتهم وكذا. ولكن التوفيق انا ماشي من هذاك الرجال، هذا لا علاقه له بشي حاجه سميتها الرجال. المهم هي ملي أسات بان والديها ما يوقفوش معها وهذاك التوفيق ما غيتبدلش، وهي ما بقاش حامله هذا الوضع هذا، راجلها كيخونها بزاف وهي اصلا ما كتقولش ولا واقع عليها شي مشكل، واحد النهار قررت انها تواجه هذاك التوفيق. واشنو غتقول ليه؟ قالت لي شوف التوفيق، انا ملي تزوجت بك النهار الاول تزوجت بك على اساس انك رجل وقد المسؤوليه، وغتكون تراعي مراتك وتراعي وليداتك اللي كانوا ان شاء الله، وتحترم هذاك العقد الزواج ديالنا، ولكن انت كنت العكس من ذلك تماما، بديتي كتخونني من نهار الاول، ما كتسوقش ليا، كتغيب على بيت الزوجيه، ما على بالكش بيا اولا انا اصلا كاينه هنا، شوف خاصك دير شي حل معايا اولا طلقني. قال لي شوفي نقول لك واحد القضيه، انا ما غنطلقكش، عرفتي علاش؟
لان الوالد غادي يكع عليا وانا مزوج بك غير على خاطر الوالد، اما انتي ما كتهمينيش. جاه من الاخر تصدمات الوداد. بلاتي شنو غادي تقول ليها؟ شنو قال لها عاوتاني؟ قال لي انا ما مستعدش نبدل العلاقات ديالي على ودك، ونبدل السلوك ديالي اللي تربيت عليه، كيقصد فرنسا، اللي تربيت عليه على ودك. انا هكذا داير، انا هكذا داير، عندي علاقات مع بنات بزاف وكذا كذا، وزيدو انتيا بعدا شكون اللي مانعك؟ تقدري ديري حتى شي واحد تمشي معاه، تجي معاه، غير بشرط انك ما تجيبيش ليا هنا داري، غير ما تجيش هنا وصافي، دبري راسك، عيشي الحياه ديالك مع راسك. اتصدمات هاد الوداد، بقات حاله فمها، اشنو غدير؟ وهاد الهضره كامله قالها لي بواحد البروده اللي حد استفزاز. السيده كعات، بكات، طلع لها الدم، ولكن اشنو غدير؟ المهم تفادات انه يوصلها فين باغي هويا، ولكن كتمات هذاك الشيء في القلب ديالها وسكتات وصبرات. اللي حتى واحد النهار هاد وداد مع توفيق كانوا معروضين عند واحد صديق ديالهم، صديق مشترك ديالهم، كانوا معروضين لواحد ساره عنده في الفيلا ديالو. هنا في اخر لحظه وداد غتمشي غير بوحدها، لان داك توفيق قال لها سيري غير انت بوحدك، انا خرج ليا واحد الظرف طارئ، وانا غادي نلحق من وراك، غادي نجيبك، اولا غادي نمشي عندكم الحفله ملي غادي نلقاها قربات سالي. المهم انا غادي نجي عندك وصافي، المهم غير تسنيني، ولا تعطلت عليك بزاف اجي غير راسك. قالت لي اوكي. مشيت غير راسها، دوزات السهره مع راسها، نشطات، ضحكات مع صحاباتها، ضحكات مع شي وحدين. واحد اللحظه توفيق ما جاش عندها، وما اتصلش بها، والو ما عرفاتش ليه شي اخبار، عرفات انه ما غاديش يجي، ربما مشى لشي وحده ولا شي حاجه. هنايا واحد الشاب كان وسيم تبارك الله تمايا، وباقي غير شاب، عرض عليها انه يوصلها للدار، لانه كان مجمع معها تما في الحفله وعجباتو وداد، وبقى داوي معها ووصلها بالطوموبيل ديالو. في هذيك الليله اول مره غتخون وداد راجلها. وفي اليوم الموالي وباش تفقس توفيق اشنو قالت ليه؟ قالت لي وداد شوف البارح راني دوزت الليله مع واحد الشاب، هنايا شنو غادي يكون رد الفعل ديالو؟ حناها. قال لها مبروك اسيدي مبروك، المهم راك تعلمتي التيايا. هنايا بغات تسطع، كيفاش هاد السيد هذا ما عمرو غيتبدل؟ الشخصيه ما عندوش، الغيره ما كايناش في القاموس ديالو. ومن هذاك النهار ولات كتخون راجلها ديما. اشنو ولات كدير؟ ولات كتدبر على شوافريه، بشرط انهم يكونوا شباب وزوينين عاطين العين ومقبولين ودوبنيا قويه. كتوظفهم 4 شهور 5 شهور، كتغريهم بالمال بالجمال ديالها باشياء اخرى، اللي حتى كتاخذ داكشي اللي بغات، ومن وراها كطردهم الاول الثاني الثالث الرابع. بقات على هذه المسيره شحال من عام؟ تقريبا واحد العامين ولا شي حاجه، وهي بحال ما هكا. اللي حتى واحد النهار غتوظف شايفور عندها واحد الشاب، هاد الشاب بدا الاسم ديالو اسماعيل. هاد اسماعيل في العمر ديالو تقريبا هذيك 30 عام بحال ما هكاك، شاب طويل عاطي العين وسيم، يعني قوي البنيه وكيصوب مزيان. وظفاتو عندها ودارت ليه كما دارت الشوافريه اللي قبل منه. اشنو دارت ليه؟ غراتو بالجمال وبالمال ديالها. في الاول حاول انه يتمنع ويبدي واحد المقاومه، ولكن هاد المقاومه ديالو ما استمراش بزاف وطاح في الشباك ديالها. المهم نهار الاول نهار الثاني ولات كتعطي الفلوس، كتسافر هي وياه شحال من مدينه، ما خلات ما دارت على ودو. وملي شافو تعلق بها وبحال السيد ولا كيبغيها ولا شي حاجه، تخلصات منه. كيفاش تخلصات منه؟ طردتو من العمل. قالت لي شوف ما بقاش عندك الخدمه عندي، صافي الله يعاون الله يعاون، صافي داكشي اللي كان بيناتنا باي باي. ولكن هاد اسماعيل هذا ما كانش كباقي الشباب الاخرين، هو ما تقبلش الطرد هذا. وكيفاش تلعب بيه ملي تعلق بيها ولا كيبغيها، وشحال مره سافر وياها، يعني تعلق بها السيد بزاف، طرداتو بالطريقه المهينه كان شيء لم يكن. وكيفاش غيدير بهذوك الاحاسيس والمشاعر ديالو؟ هنا غادي يقدم على واحد الخطوه. اما هي غادي يجي عندها واحد النهار وغيطلع عندها الموبل، غيدخل لابارطومون كانت غير هي بوحدها، يقتحم على بيت الناس ويعتدي عليها بالعنف وبالقوه. هنا وداد ما حملاش راسها، كيفاش هاد السائق الحقير غيعتبرني ملك ديالو ووقت ما بغاني يجي عندي؟ لا خاصني نوضع ليه شي حد. هي علاش بغات تخلص منه؟ لان هاد اسماعيل هذا ما بقاش بغى يبعد منها، ولا كل مره كيجي عندها بحال العلاقه ديالهم ما انتهتش، ولات بحال الملك ديالو، فيما كيبغيها كيجي عندها، تعطيه الفلوس، تعطيه حوايج اخرين، المهم ولات في الملك ديالو هاد وداد هذه. هي اشنو دارت لي؟ دارت لي واحد الخطه، قالت لي شوف غتصور معايا اللي حسن طلق من عند توفيق وغنتزوج بك، حتى كنبغيك وكذا كذا وانت اللي كاين في حياتي، ولكن هذه غير خطه ماكره من وداد، كانت باغات تخلص منه، باغات توجد ليه شي ماكيده اللي حتى تصفيها ليه بصفه نهائيه. واحد النهار هاد وداد اشنو قالت هذاك اسماعيل؟
واحد النهار اشنو قالت هاد الوداد اسماعيل، قالت لي شوف راني كريت واحد لابارطومون في مدينه ورزازات، كريتها باش نقضيو فيها واحد الوقيت زوين. هنايا هاد اسماعيل فرح، صاق بها الطوموبيل ومشاو سافروا في اتجاه ورزازات. ورزازات لقاو فيها الناس هذيك لابارطومون مكريه، لان وداد مسبقا وجدات هاد البارطمون هادي اتفقت مع مولاها وقالت لي غنجي مع راجلي. هو في الصراحة ما تشكش في مول وداد مع داك اسماعيل، كيبانو راجل ومراتو، لدرجة ان مول الدار تاق فيهم وما طلبش منهم شي ثبوت انهم مزوجين فعلا نيت بحال عقد الزواج ولا شي حاجه، وانما كرا ليهم مباشره. هي هذيك دخلات وداد مع هذاك اسماعيل في لابارتومون وريحوا مع بعضياتهم شويه، وهي تعطي فلوس قالت لي عافاك اسماعيل خطه موبيل وسير جيب لنا شي تقليه. صيفطات واحد السوبر مارشي تمايا صافي، قال لها مرحبا مشى. ملي تاكدت منه انه غادر يعني خد الطوموبيل ديالو ومشى، بقات غير بوحدها في لابارتومون، جبدات من الساك ديالها واحد القنينه تاع الدواء بحال شي سيرو او شي حاجه، هذيك السيرو ديال الامراض المزمنه كيخرجوا الاطباء غير للناس اللي عندهم ورقه طبيه يعني اوردونس، ما كيخرجش من غير الاوردونس. المهم كانت حصلت عليه هي هذا الدواء هذا، وخدات واحد القرعه ديال الشامبانيا كانت جايباها معاها، وشدات واحد جوج كيسان حطاتهم فوق الطابله. واحد من هذوك الكيسان جوج خوات فيه واحد الجرعه كبيره من هذاك الدواء بزاف، وخوات عليه شامبانيا، وخوات في كاس اخر شامبانيا، يعني بجوجهم كيبان فيهم غير شامبانيا ولكن واحد فيهم راه فيه الدواء. هي هذيك ما هي الا لحظات اللي احتاج اسماعيل، جاب تقضيه ودخل. هنايا قالت لي وداد ها هما جوج كيسان تاع الشامبانيا غادي نحتفلوا بهذه المناسبه السعيده ديالنا وحنا رجعنا مع بعضياتنا. هنا اسماعيل اشنو دار؟ عنقها وهزها وداها باتجاه الصالون. هنايا ملي وصلوا الصالون قالت لي وداد رجع نمشي نجيب الكيسان، قال لها غير بقاي متحركي ما والو انا اللي غادي نمشي نجيبهم. هنا وداد ما لقات ما تقول وجاع حمار، ولكن اشنو تقول؟ اتفرش راسها بيدها؟ لا، مشى اسماعيل فعلا نيت وهز دوك جوج كيسان تاع الشامبانيا، عطاها واحد وخدا واحد. ما عرفات واش هذا اللي فيه الدواء اولا اللي عنده هو اللي فيه الدواء. تلفات شرب هوايا من الكاس وحتى هي شربات. هي هذيك ملي دازو شي دقائق معدوده غير قلال يعني شي 5 دقائق 7 دقائق بحال ما هكاك، بدات كتحس واحد الالم رهيب في المعده ديالها، واحد الوجع والمصارن ديالها كتقطعو. هنا شدات بكرشها وعرفات راسها انها شربات من داك الكاس اللي دارت فيه الدواء بنفسها. شويه داخلت هاد الويدي هادي وطاحت تمايا في الصالون. هو يا هنايا هذاك اسماعيل ما قالش مع بالو راه شارب شي حاجه ولا قال واقيلا داخلت غيبات عيانه تعبانه، هزها وحطها في الفراش وكيتسنى فيها التفيق. بقات تقريبا واحد نص ساعه، شويه حلات عينيها وقالت ليه بغيت نقتلك قتلتيني، ورجعات عاوتاني غيبات. هنا اسماعيل تلف وما عرف ما يدير، بانت ليه البنت صافي داخت بزاف وفقدات الوعي وغتموت وما بين الحياه والموت. قال اش ندير ما ندير، هزها كان ديك الساعه الليل الليل دخل. المهم هزها ما بين درعانو وخرجها وركبها في الطوموبيل. في هذه الاثناء هذه شافو مول الدار، قال لي فين غاديين؟ ما جاوبوش ما دوا معاه ما والو، لاح في الطوموبيل وديما رافط شدها عفطه وحده اللي حتى وصل للدار البيضاء ووصل لابارتومون ديال وداد. كانت في هذه الاثناء وداد توفات فارقات الحياه، طلع لابارتومون ديالها ودخل البيت نعاس ورماها تمايا وغطاها ورجع لاد بالفرار. في لابارتومون اللي كانوا كاينه في ورزازات مول الدار كيدخل كيلقى صاك المراه فيه البسطام فيه الفلوس، ولقى واحد الاجندة فيها ارقام هواتف، وكيلقى شي اوراق خاصين بالراجل والمراه وحوايجهم، باقي كلشي حوايجهم كاينين تم. يعني السيد هذاك اسماعيل هز المراه وداها بوحدها يعني تلف صافي. هنايا مول الدار هذاك اللي كان كريم لابارطومون هز الحوايج وعطاهم الجدارميه، الجدارميه خداو ديك الاجندة ومن خلالها اتصلوا براجلها توفيق اللي كان خارج الدار بيد هذيك الساعه. هنايا توفيق اتصل بالاب ديال وداد يعني نسيبو وقال لي عافاك عمي الى مسير الدار ديالنا وشوف وداد راه واقيلا واقع عليه شي حاجه. ملي مشى دخل لابارطومون ديالها لقى السيده توفات. ايوا دابا الاب ديال وداد غادي يتصل بالبوليس. هنا البوليس ملي جاو عند وداد لقاوها متوفيه فارقه الحياه. ملي شاف الطبيب قال لهم هذه خاصه ضروري الطبيب الشرعي اللي يشوفها. ملي شاف الطبيب الشرعي قال لهم هذه توفات نتيجه تناولها واحد الجرعه زائده من واحد الدواء كيتوصف الامراض المزمنه فقط. هني البوليس داروا الابحاث ديالهم وعرفوا القضيه من جايه. ملي اتصلوا براجلها توفيق قال لهم ودير اتصلوا بيا لدارك تاع مدينه ورزازات، وعطاهم التليفون، عطاهم التليفون النمره اللي اتصلوا بها جدارميه.
تواصل البوليس مع جدارمية. جدارمية غادي ينتقلوا للدار. كانوا في الاول ما انتقلوش للدار اللي كانوا كارينها وقلبوها، ولكن دابا ملي سمعوا القضيه راه فيها الروح انتقلوا للدار وغادي يقلبوها مزيان. غادي يحزوا هذوك جوج كيسان تاع الشامبانيا، وغادي يحزوا هذيك الساك ديال الوداد اللي كان مازال تما في لابارتومون، وفيه القاروره تاع السيرو تاع الدواء، وكاين شي اوراق اخرين من ضمن الاوراق واحد لوردونونس. هذيك لوردونونس ديال من ديال الاب ديال الوداد. هذا اش كيعني؟ كيعني بان الاب ديال الوداد هو اللي كان كيتناول هذاك الدواء، يعني وداد هي اللي شاريه. وفعلا نيت البوليس رفقه الجدارميه مشاو على الطبيب اللي كيتعالج عندو الاب ديال الوداد، وصرح لهم وقال هذه غير شي اسبوع بحال هكاك جات عندي وداد وقالت لي الاب ديالي راه كيعاني بزاف، وبحكم ان هذاك الطبيب كيعرف وداد وكيعرف باه هو المعالج ديال العائله، يعني الطبيب ديال العائله، وصف ليه دواء اخر يعني في نفس المفعول تقريبا، وعطاها ليه في واحد لوردونونس، وبهذيك لوردونونس مشى شرات الدواء. بينما البوليس اللي كانوا كيبحثوا في لابارتومون ديال وداد في الدار البيضاء بحثوا مزيان وسولوا الخدامه ديالها في الدار. قالت لهم الخدامه والديره كانت عندها علاقه مع اسماعيل الشيفور ديالها، كانت عندها علاقه معاه وكيمشيو يجيو مع بعضياتهم، وراه هو اللي سافرات معاه لمدينه ورزازات. هنايا مشاو لقاو القبض على هاد اسماعيل هذا، اكد لهم هاد العلاقه هذه، واكد لهم بانهم نيت مشاو لمدينه ورزازات وهو اللي رجع هذيك وداد من تما من بعد ما فقدت الوعي، ولكن ما عنده حتى شي علاقه بالموت ديالها. وهذا الشيء وقفوا عليه البوليس بنفسهم بان اسماعيل ما عنده حتى شي علاقه بالموت ديال وداد. علاش؟ لان هذاك لوردونونس كانت خارجه من الطبيب المعالج ديال بابا وداد، وانا الطبيب كيقول لي ما ودي وداد جات عندي هذه الاسبوع باش تاخذ هاد الدواء. الاب ديال وداد كينفي انه طلب من بنته انها تجيب ليه شي دواء او تمشي على الطبيب او تسولو، لانه كان في هذيك الاثناء في حاله مزيانه، ما مريض ما والو. يعني وداد هي اللي خدات الدواء وهي اللي دارته في الكاس، كانت باغا تصفيها لاسماعيل، وفقط عن طريق الخلطه تبادلوا الكيسان وشرباته هذيك وداد في عوض اسماعيل، وبالتالي هي اللي توفات. حاجه اخرى ان هذيك القرعه او القاروره تاع الدواء اللي تلقات في الصاك ديالها ما فيهاش البصمات ديال اسماعيل، البصمات الوحيده اللي كانوا ديال وداد، وهذا الشيء كاين في التهمه على هذاك اسماعيل. هي هذيك، وبالتالي هاد اسماعيل هذا خرج برات المسؤوليه وما عنده حتى شي علاقه بالمقتل ديال هاد وداد هادي، وتحفظ الملف. وهنايا كتنتهي القصه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.